لطيف لطيف صغير وكبير قد دوادي أربعة سرع سريع حوار خفيف مواجع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير قد دوادي أربعة سرع سريع الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. النهارده عندنا احلى ناس جايين لنا مخصوص من بورسعيد، واحنا كده في احتفالات 30/6، والنهارده معانا شباب وبنات وبراعم واطفال من بورسعيد، وجايين يقولوا لكل مصر من مدن القناه
كل سنة وانتم طيبين بمناسبة احتفالات 30/6. وخليني بقى أسقف تسقيفة حلوة قوي لفرقة أطفال وشباب بورسعيد للفنون الشعبية. سقفوا لنفسكم جامد، منورنا ومشرفنا. واحنا في 4 شارع شريف قلنا يعني نعمل احتفالية كده تكون لذيذة، فمين اللي شرفنا؟ فقلنا أكيد هنكون مبسوطين بفرقة أطفال وشباب بورسعيد للفنون الشعبية بأغانيهم الحلوة وأغانيهم الوطنية. وألف سلام وتحية لكل أهالي بورسعيد وأهالي السويس وأهالي إسماعيلية وأهالي مصر كلها في كل مكان في الدنيا. يا رب دايما نبقى في أحسن حال، وتحيا مصر. شفنا كده أول شو معانا، وهنشوف دلوقتي فولكلور. هيبقى فيه ثنائي بيعملوا الشو ده، بس انا عايزكم تفضلوا معايا، فكلنا هنرجع لورا. ممكن استاذنكم تفضلوا، في هنا حد اللي شافه بتاعه وقع. ايوه، وهنشوف تاني استعراض، استعراض صياد. يتفضلوا، سقفوا لهم، سقفوا لهم. اهلا اهلا اهلا، جاهزين؟ جاهزين؟ يلا مزيكا، وكمان هيبقى فيه تسقيف كبير قوي ليكم من بقية الفرقة. مزيكا. وصيدك يا زين السمك، صيدك يا زين السمك وانت اللي على بالي، صيدك ودي اسمتك راح تنشيو يا غالي. خش قلبي الحبيب، خش قلبي الحبيب، تخش قلبي الحبيب وتزيد عليك النار. معلش يا شبار، اصل انت جوابي يا عيني يا صيدك يا جواب. انا من بحرك لا بشبكة يا حلو ولا بسنار، شبكة يا حلو ولا بسنار. صيدك بالجوبي انا بحرصك يا طعم الاكل البول قول وقار. صيدك يا جواب. انا من بحرك لا بشبكة يا حلو ولا بسنار، شبكة يا حلو ولا بسنار. صيدك بالجوبي انا بحرصك يا طعم الاكل البول قول وقار. Oh.
برافو. ايه الحلاوه دي؟ تحيه كبيره قوي لكل بورسعيديه. والنهارده زي ما احنا شايفين كده، شايفين شو اكثر من رائع. بحييكم، سقفوا نفسكم مره ثانيه. يلا، انا عارف ان هما دلوقتي محتاجين يروحوا تغيروا علشان محضر لنا مفاجاه، والشو اللي جاي خاص بفخر مصر وفخر العرب. هنشوف شو خاص وجميل جدا، وبنقدمه هديه لحبيبنا كابتن محمد صلاح. مو صلاح. فدلوقتي حضراتكم هتروحوا تغيروا، وشو مو صلاح يتفضلوا. اتفضلوا. استعراض مو صلاح، يتفضلوا. اتفضلوا يا شباب. اهلا اهلا. الرياضة كلها ولاد وبنات رياضيين، اهل بورسعيد. والشو ده بنهديه لمو صلاح، يا رب يشوفه. بمناسبة طبعا برضو 30/6، اكيد هو بيحتفل وسعيد ببلده زي ما احنا سعداء ببلدنا. احنا جاهزين، انتوا جاهزين؟ نقول مزيكا يعني ولا ايه؟ ها لسه؟ يلا بينا ونقول ما. لا لسه مش جاهزين. يلا يا جوهر.
دقوا الشماتي نطوح لحد التماسي احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه جايين على نسمتنا ما نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشماسي على البلاد الله. لا بصوا نزلوا الشماسي وسقفوا لنفسكم معلش يلا عشان عايزكم تسقفوا لنفسكم ايه الحلاوه دي لا مدني مظبوط قوي ومختارين الاغاني كلها احلى من بعض برحب مره تانية فرقه اطفال وشباب بورسعيد الفنون الشعبيه شفنا دلوقتي مجموعه اغاني شفنا الناجح يرفع ايده ودقوا الشماسي طبعا واخدنا اجازه الاولانيين لعبد الحليم حافظ بعد كده لست سعاد حسني تعالوا بقى دلوقتي نشوف شو مختلف جدا بس خليني احييكم مره تانية شرفت ونورت طيب احنا النهارده فرقه اطفال وشباب بورسعيد للفنون الشعبيه عاملين حاجات كلها مختلفه عن بعض شفنا دلوقتي المادلي الجميل ده هتروحوا تغيروا ونخش بعد كده على اتفضلوا هتغيروا اتفضلوا ونخش بقى دلوقتي على استعراض غني للحياه جاهزين اتفضلوا اهلا ايش يا كدي والبابيونات الحلوه دي اهلا بيكو يلا ونقول لسه ما جهزوش كده انتوا جهزتوا ده في كبار كمان اهلا وسهلا ده الشباب والبراعم وكله بورسعيد كلها هتعمل الشو ده يلا جاهزين يلا بينا ما مزيكا الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل ده براح للقى ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل ده براح للقى ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين ارفع ايدك عالي قاعد ليه تعالالي رك الارض بصوت عالي خلي العالم يشوفوك ارفع ايدك عالي قاعد ليه تعالالي رك الارض بصوت عالي خلي العالم يشوفوك غني وقول يا غني غنوة للحياة يلا بينا دي لغة واحدة بينا بالنار
مين كل وانا معلمين دوسه تاني على البنزين تقلب لنا الموازين قعده للصبح كله بالحب نركز ونشن ونطلع التوب نعمل انلوك شفره بتفك صحابه تحتينا المنظر يخد ليه جاي الغني السلافي طلعونا على المدينه طلع جاي حوادي فرحة بينا على بيت لحظة بتيجي مرة ما بتتعدش نحضر طول الجولة ما بنتعبش ودي وعلي الفوليوم على الماكس علي 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 السقف استاذ تامر حسني هيتبسط قوي لما يشوف الشو ده انا واثق في كده. طيب دلوقتي شفنا استعراض غني للحياه هنشوف بعد كده استعراض هو وهي من مسلسل هو وهي طبعا لاستاذه سعاد حسني والنجم احمد زكي الله يرحمهم هيغيروا ويجوا حالا جاهزين يلا انا مستنيكم بسرعه ما تتاخروش عليا ايوه كده استعراض هو وهي جاهزين يتفضلوا اهلا وسهلا اهلا هيعملوا على اغنيه انا بحبها قوي الاغنيه دي اتفضلوا جري 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 اجروا اجروا اهلا وسهلا الاغنيه دي من اكثر الاغاني اللي بحبها وفيها تحدي بين البنات والشباب بس دايما البنات هم اللي هيكسبوا انا واثق في كده جاهزين وانا كمان جاهز يلا وبعديها هنشوف فاصل جاهزين ها يلا مزيكا وبعديها فاصل هو هي اجمل من الطاووسه ناقص تقول لي ان العريس احسن من العروسه
مرة تانية بحي فرقة أطفال وشباب بورسعيد للفنون الشعبية. شفنا دلوقتي معهم سوي من كلاسيكيات الأغاني الغربية. بشكركم. هتروحوا بقى تغيروا علشان آخر أغنية تفضلوا. مرسي جدا ليكم. طيب في ناس لازم نشكرهم النهاردة القائمين على هذا العرض، ويمكن الفرقة دي مش أول مرة تجينا في أربعة شارع شريف، فخلينا كده نشكر النهاردة تصميم واخراج الكابتن طبعا محمد عشري. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا كابتن عشري. كل مره اقولها غلط، تعال انت قولها صح. اهلا اهلا اهلا. عشري ولا عشري؟
عشري. ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انت مشرف ومنور. وخلينا بس ننوه ان فرقه اطفال وشباب بورسعيد للفنون الشعبيه والدراما الحركيه التابعه للهيئه العامه لقصور الثقافه، طبعا تصميم واخراج كابتن محمد. محمد ايه؟ محمد عشري. ايوه كده. ومساعد مدرب اندرو يسري ومحمد شطا. كمان بنشكر دكتورة جيهان المالكي مدير فرع ثقافة بورسعيد، وشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد. تحية خاصة مني لكل أهالي بورسعيد. محضرين لنا دلوقتي أغنية احتفال وإحنا بنحتفل بأعياد 30/6. هنسمع إيه دلوقتي؟ إيه هنسمع؟ هنتفرج على طبلوب بعنوان مصر بتكبر للفنانة أنغام. ست أنغام طبعًا. ببعتها ألف سلام وتحية الفنانة العظيمة، وبشكرك شرفتنا ونورتنا. مجهزين؟ يلا اتفضلوا. طيب قبل بس ما نسمع استعراض مصر بتكبر للست أنغام، وببعت لها مرة تانية ألف سلام وتحية، كل سنة وكل مصر طيبة، وكل سنة وكل العالم طيب، ودايما نشوف مصر بلدنا في أحسن حال. بلدنا محتاجة من كل واحد فينا أن هو يشتغل وينتج ويوفر علشان نعيش دايما في رخاء ونشوف مصر في أحسن حال. وكل سنة وإحنا طيبين بمناسبة احتفالات 30/6. تعالوا بقى نختم دلوقتي بأغنية وطنية غاية في الرقي. اتفضلوا يا شباب ويا بنات ويا أولاد، اتفضلوا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ختامها مسك معاكم أغنية لبلدنا، هنغنيها ونعمل الشو بمنتهى الحماس. اتفضلوا. يلا أول ما تكونوا جاهزين قولوا لي إحنا جاهزين، نشغل المزيكا ونسمع صوت الست أنغام في 4 شارع شريف. كله جاهز؟ يلا بينا مزيكا. الدنيا في ثانية، مصر رسالة خير وأمان، قلبها أكبر من
الحي هي الجاية بأمر الشعب، مصر بتكبر رغم الصعب.